موجز إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. حددت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي رسوم إعادة القيد لطلاب المدارس الثانوية العامة والفنية. وقالت الوزارة في بيانها اليوم الأحد إن رسم إعادة قيد الطالب المفصول سيكون بواقع 25 جنيها، فيما سيكون رسم إعادة قيد طلاب الثانوية العام والثانوية الفنية بعد استنفاذ مرات الرسوب 35 جنيهاً، مع فرض غرامة 10 جنيهات لطالب الثانوي المتغيب عن الحضور لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة بدون عذر. تجمع عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في بريطانيا لاستقبال الرئيس السيسي والترحيب به لقدومه لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2021. وقال المتحدث باسم الرئاسة إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة غلاسكو التي تستمر لمدة يومين والتي تضم رؤساء دول وحكومات جاءت بناء على دعوة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تترأس بلاده الحدث. أكد خالد عباس نائب وزير الإسكان أنه ستتم معاقبة الشركات العقارية التي لم تلتزم بالضوابط المحددة من الدولة في مشروعاتها، لافتاً إلى أن تلك الضوابط تتضمن نسب التنفيذ وكيفية وتوقيت الإعلان عن المشروع ووجود حساب بنكي لكل مشروع شامل الإيراد والمصروف. وأشار أنه سيتم الإعلان عن تدشين مدينة رأس الحكمة على غرار مدينة العالمين الجديدة لتشمل تجمعات سكنية وتصبح ثاني مدينة جديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها تشن غارات جوية على معهد لتدريب عناصر جبهة تحرير تيجراي بالقرب من عاصمة الإقليم ميكلي. وقال سكان محليون اليوم الأحد إن القوات الإثيوبية خاضت معركة جديدة للسيطرة على مدينة ديسي الاستراتيجية بشمال البلاد بعد ساعات من إعلان تيجراي أنهم سيطروا عليها، لكن القوات الإثيوبية لم تنجح في ذلك. ورياضياً، حقق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول رقماً مميزاً في مسابقة الدوري الإنجليزي رغم غيابه عن التسجيل أمام برايتون أمس السبت في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق. وساهم محمد صلاح ب 16 هدفاً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حيث سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين في أول 10 جولات ليعادل إنجاز أسطورتي أرسنال تيري هنري ودينيس بيركام ومهاجم توتنهام هاري كين والذين سبق لهم تحقيق هذا الرقم القياسي في البريمير ليج. وإلى هنا انتهى موجزنا، لمزيد من الأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.